إنجاز كروي جديد مزين بألوان النصر عن الدار يحققه منتخب ساحل حضرموت على شقيقه منتخب الوادي في سيناريو متكرر للمواجهة بين المنتخبين في المنافسة على الظفر بالذهب والألقاب. هذه المرة لقب البطولة الوطنية الأولى لكرة القدم لفئة الناشئين. تذكرة الذهاب صوب تحقيق لقب البطولة كانت قد كتبت في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول حينما استغل ناشئ الساحل أحسن استغلال خطأ ارتكبه حارس مرمى الوادي أثناء المباراة التي أقيمت على المستطيل الأخضر لملعب الفقيد بارد بالمكلا. بكل تأكيد كان منتخب الساحل الأكثر جدية والأكثر طبعا تفوقا استغلاله للفرص العديدة وأيضا كذلك السانحة التي استطاع منها أن يسجل هدفا وهو الهدف الوحيد في هذه المباراة من خلال طبعا خروج حارس مرمى الوادي مما استغل مهاجم الفريق الكابتن خالد مانع الحامدي تسجيل هدفه لفريقه الساحل وبه طبعا توج لقب هذه البطولة. وهذا هو الفوز الكروي الثاني الذي يحققه رياضي الساحل على نظرائهم بالوادي خلال موسم التنافسات الكروية لهذا العام. إنما أحرز لاعب نادي شعب ساحل حضرموت في أكتوبر الماضي لقب بطولة كأس حضرموت في نسختها الخامسة على حساب منافسهم متصدر الوادي سلام الغرفة، وهو ما يرى فيه متابعون للمشهد الرياضي تطورا في أداء الكرة الساحلية. الكرة الساحلية بعد طبعا الاهتمام والرعاية من قبل السلطة المحلية في المحافظة بتأهيل وتعشيب وإنارة ملعب الفقيد برادن بالمكلا، من خلال ذلك طبعا جاءت عجلة الحراك الرياضي في مدينة المكلا من خلال تفعيل بعض المناشط الرياضية من خلال استقطاب العديد من الشباب في استغلال أوقاتهم وما إلى ذلك. وكان منتخب الساحل قد تأهل للمباراة النهائية في البطولة الوطنية بعد تغلبه على منافسه منتخب محافظة الضالع برباعية نظيفة فيما جاء تأهل الوادي على حساب منتخب محافظة أبيان. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.